أعلنت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير في قطاع غزة على الضفة الغربية. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تستغل ضعف الموقف الدولي لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستعمار وجرائم المستعمرين.